الصراع لا زال محتدم بين الكتلة السنية بشكل خاص والكتل السياسية الموجودة ضمن ائتلافات البرلمان العراقي الحالي. عودة السيد المشهداني يبرز مجددا كمرشح لرئاسة البرلمان، أظن ذلك خطوة غير ناجحة، كون السيد المشهداني قد تعرض في دورات سابقة لعملية إقالة من المنصب أو إعفاء من المنصب. بالتالي يعني تجربة المجرب، رجل تم تجربته من السابق وتم إقالته أو إعفاء من منصبه لسبب أو لآخر. الكتل السياسية هي نفسها الكتل، ومن أقاله هي الكتل الشيعية بلا شك، كون أن الأغلبية هي الكتل الشيعية وهي من قامت بإعفاء من المنصب. فكيف اليوم يعاد إلى ترشيحه مجددا لهذا المنصب وهو صاحب المقولة الشهيرة أنه نحن وجدنا كمقاولين تهديم للعملية السياسية، وقالها في العلن في لقاءات سابقة. لذلك عملية ترشيحه مجددا لهذا المنصب أراه غير مجدي. نعم هي توافقات سياسية لا يمكن الاعتراض عليها قانونا، كون ترشيحه هو ترشيح قانوني، ولكن وفق التبادلات والتفاهمات الموجودة كان الأجدر أن يجدوا دماء جديدة لهذا المنصب. اليوم سالم العيساوي يعني كثير من الأحاديث ترد الأقرب إلى تولي المنصب دخول السيد المشهداني سوف يعقد المسألة أكثر، كون السيد المشهداني مدعوم من التقدم حالياً عكس ما يتمتع به السيد سالم العيساوي الذي جاء من كتلة سياسية منافسة لكتلة التقدم، وهذا تعقيد جديد أيضاً. ولا يمكن أن يأتي ضليع في السياسة ويقول أنه يوم السبت سوف تحسم بجولة واحدة، ربما تعبر إلى عدة جولات.